هل الشخص اللي ما اعترفش ولا تناول في حياته الصلاة من أجله تنفع ليه؟ بتغير مصيره إذا ما دخلش السماء؟ يعني الفردوس يعني؟ يعني واحد في حياته لا اعترف ولا تناول ومات ولم يعترف وما تناولش، ده هيروح فين؟ نعم؟ جهنم؟ إن شاء الله. حاجة غريبة جدا، أصل مش ده رأيي الشخصي، المسيح بنفسه له المجد اللي هيدينا يوم الدينونة قال كده، قال إيه؟ في يوحنا إصحاح 6: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم، يعني ميتين. يبقى الإنسان حكم على نفسه بالموت الأبدي اللي رفض يتناول يعترف ويتناول في حياته. خلاص حكم على نفسه. طب لو صلينا ورحمنا عليه، لا وفروا فلوسكم. وفروا فلوس التراحيم عليه، مش هتنفعه ببصلة. ولا ببصلة. لأن اكتب في رؤيا 13: توب الأموات الذين يموتون في الرب. نعم يكونوا يستريحون من أتعابهم وإيه؟ أعمالهم تتبعهم. أعمالهم تتبعهم، تنفعه في إيه؟ مرة كنت في يوم من الأيام بالليل زي كده قاعد في الكنيسة باخد اعترافات. جالي واحد من ولادي في الاعتراف شاب في الجامعة وبيعيط، إيه يا ابني في إيه؟ قال لي أرجوك يا أبونا إحنا جنبك في خلوصي. قلت له أيوه. قال لي بابا عمره ما اعترف وتناول، والدكاترة كانوا في كونسلتو في البيت النهاردة دلوقتي وخرجوا سألتهم قالوا لي هوبليس كيس، ما مش هينفع، يعني مش هينفع يعيش يعني. فقال لي انا عايز اقدم له خدمه العمر يا ابونا. قلت له ايه؟ قال لي عمره ما اعترف ولا تناول، ممكن نفسك تيجي تاخد اعرافه النهارده وبكره الصبح تيجي تناوله. قلت له عينيا يا ابني، خفت اقول له خليها لبكره ولا لبعده ولا الحاجه، الراجل يموت يبقى ذنبه في رقبتي. انا فاهم ان الراجل هو اللي طلب من ابنه يعمل كده يطلبني. رحت معاه استاذنت من الناس قلت لهم جنبي هنا ربع ساعه اكون عندكم. فرحت مساء الخير مساء النور الف سلام عليك الله يسلمك. قلت لهم لو سمحتوا وتفضلوا بره استاذنكم. قال لي ليه؟ قلت له مش حضرتك عشان اخد اعترافك؟ قال لي حد قال لك ان انا عايز اعترف؟ وشخط فيا كده صدقوني شخط، والصحه كلها جات له بصراحه، كل الصحه جات له عليا. اما احنا الحيطه المايله ماشي. انتوا عارفين انا متمسك بالفراجيه ديت ليه؟ انا اسيس دقه قديمه. البابا شو ده لما رسمني لبسني الزعبوط ده الفراجيه دي. انا متمسك بها ليه؟ عشان دي واسعه، يعني كان اللبس بيقول لي خلي عندك ايه سعه صدر، ما تضيقش شويه اصبر على الناس. فانا فهمت ان الراجل ما طلبش، فهمت ان ابنه من نفسه. فقلت له انا مش حد، انا ابونا ودي شغلتي ان انا اعرض عليك، انت عايز مش عايز براحتك. قال انا مش عايز بشخط كده. قلت طيب اما اقول له هجيب لك مناوله مش هيقول لا بقى فيها. قلت له خلاص بكره الصبح ان شاء الله اجيب لك مناوله وناولك. انا قلت طبعا والمناوله في ايدي جالس مسيح ودمه في ايدي هقول له بقى في كذا 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 فهيضطر يعترف عشان يتناول صح. فقلت له خلاص بكره ان شاء الله الصبح. وانا بضحك كده يعني انا ما بحبش اكشر بصراحه، الا لما الاقي حد بيعمل هيصه في الكنيسه بكون اسد ما استحملش، لبيتك يا رب طليق الايه؟ القداسه، ما فيش فصال فيها دي. لكن غير كده انتوا شايفيني دايما احب حتى وانا بوعظ بشوش طبيعتي، ما بحبش النكد ولا الغم بصراحه. فقلت له بكره الصبح ان شاء الله اجيب لك اناولك. قال لما اكون عايز اتناول ابقى انا اروح بنفس الكنيسه مش محتاج حد يقول لي. قلت له يا عم انت زعلان مني ليه؟ ده انا اول مره بشوف حضرتك. انا بعرض عليك حاجات كويسه. قال لك مش عايز. قلت له انا اسف جدا جدا. سلام سلام. ولا حتى قال لي صلي لي ولا اي حاجه خالص. رافض المسيح تمام. الواد طبعا طلع يقول انا اسف يا ابونا جدا، انا ما كنتش متخيل ان بابا هيعمل كده. المهم خلاص يعني هو حر يعني. وجيت اكمل اعترافات في الساعه الزمن ولا ساعتين لقيت الواد جاي منهار. ايه يا ابني؟ قال لي بابا مات يا ابونا، بابا مات. هو راح فين؟ قلت له جهنم. الواد بعد ما كان بيعيط ضحك. اصل طريقتي كانت تضحك طبعا زي ما بقول كده. قال لي قلت له يا ابني ليه توبه؟ ده رفض، ده خدام المسيح راح له لغايه عنده وعرض عليه الاعتراف رفض، عرض عليه جسد المسيح ودمه رفضه. منتظر يروح فين؟ طبعا مع يهوذا طبعا خلاص. ففي ناس بكل اسف ما بتدورش على ابديتها. فالشخص اللي ما اعترفش وما تناولش لغايه ما مات خلاص هو حكم على نفسه انه انفصل عن المسيح له المجد الى الابد، ملوش حياه. المسيح له المجد ان من ياكل جسد ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه.